طول عمرنا نخدم وطننا بشرف وبكرامة وبناموس. إذا في ناموس عرفت شلون؟ كان يضحك علينا نطلع له مسيرات، نطلع على قبب الجوامع، على قبب الجوامع نطلع ونشوشيح، نعرض حارنا للموت، نبصم له بالدم، نبصم بالدم لابن ألف عرصة. هذا حرام يكون رئيس، يلعن أبو اللي حطه بين ألف كلب. وهي دار بيت أبو عمه، هاي دار بيت أبو عمه كل أهل الله بيعرفها، ضربها بأربع صواريخ ابن الحرام. لو في ناموس، لو في شرف، ما بيسوي هيك بالعالم. فرش شو عامل بالعالم؟ ايش هذا انسان هذا بني ادم؟ فرش شو عامل بالعالم؟ ان شاء الله بيعتبر حاله انسان. طلع عالم على باب الله، ولا قبل ما يصير اعداد الخبز ما حدا عم يشبعه. طلع اشلاء العالم على الحيطان. عميل اسرائيل. هو عميل لاسرائيل اصلا. اشرف منه. انا اقسم بالله اسرائيل اشرف منه. انا خدمت، انا بظهر البيدر انا خدمت. وبسرايا بسرايا 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 بيروت. دفاع جوي ميم طه. والله العظيم اقسم بالله الطياره شفناها قد البيت. هدف صرنا نصيح طيران اسرائيلي هدف ضمن المدى. قالوا لنا ممنوع، جتنا اخبار ممنوع تطلق عليها ولا رصاصه، ممنوع. يوم انقصف ظهر البيدار، يوم انقصف الرادار. انا ضرب الطياره ما خلوا له. هذا العميل الاسرائيلي هذا. والله اسرائيل اشرف منه، ما سوت هيك بشعبه. إذا عندهم بفطس واحد فطس مو بيستشهد، بفطس واحد فطس بقوم الدنيا ما بيقعدوها بالدنيا. لك مقابل جلعات شاليط، جلعات شاليط ما بشتري بنص فرنك مصدق، فاوض عليه بآلافات من الفلسطينيين. ليش؟ لأنه ما بيسوا شيء عندهم. صور ما بيسوا شيء عندهم. صور هذا طول عمره كان وفي إلك، بس الله يرحمه مات قبل الأحداث. لو إنه موجود لا يلعن الأنفضك. شايف هذا؟ هلا سعيد كان طول عمره وفي لك وخادم الكل. محمد سعيد اسمه. كان كل العالم بتحبه، بس ليش عم تسوي بالعالم هيك يا ابن الحرام؟ يقولوا يا عمي حرام رمضان يصوموا يحكم العرب، رمضان حرام يصوموا يا عمي. جاي على العالم بده يصوم هلا؟ يا عرب بلا عمر وبلا افتاءات وبلا صيام وما بعرف شو. نصرة دم مسلم فورا. لك نصرة المسلمين يا رجل. صوموا الاسلام بعدين صومها. لك تظلم الناس وايش راك بالله كهتين؟ انصرونا يا عرب شبكن؟ إذا كان الحكام متخاذلين أنتم متخاذلين؟ ما في عرب، ما فيهم ناموس، ما فيهم دين. اللي في دين بدافع عن العالم اللي عم بتموت هون. أقسم بالله الغرب أشرف منكم. تذكروا يا إسلام إن الدنيا متاع وغرور، والآخرة خير لكم وأبقى، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. والله هي الدنيا زائلة. إن لم تنصرونا فورا، إن لم تنصرونا يا عرب، إن لم تنصرونا في هذه الأزمة، لا خير فيكم. لا خير الدنيا فيكم. لك كلام ضايع، كلام اللي حكى لك ضايع. نعم خالص باح. خلدوا اسلام ما في. وانتعموا بالنعيم واحرصوا على حالكم لا تموتوا، ما تكونوا خايفين لقاء يوم الله العظيم. ما هيك؟ خليكم عايشين وتمتعوا بالحياه الحلوه، راح تنزلوا كل ايدكم انتوا يا عرب، كلكم يا رؤساء عرب.